السلام عليكم اخوتي، كملوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في خارج، كنبغوا لها التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي. وانتم عارفين اخوتي، جميع اللي كيتبع محمد الطبيب وكيدعموا وكيساعدوا وكذا، هادي راه حنا كنعاودوا قصه اجتماعيين اللي يمكن عدد الناس دازت على هاد بقالهم بحال هاد القصه اللي كنعاودوا، وبزاف ديال الحالات. اليوم القصة ديالنا اخوتي قصة لذيذة متشوقة، وعمل ابوني وعمل جيم وتسام مع اخاك محمد طبيب على حساب عندنا قصة اجتماعيين بنتياز. ما كنعاودوش شي حاجة إذا او شي حاجة خارج الطريق او خارج القانون او لا شي حاجة، كنعاودو قصة اللي دازو على البصر بحالنا بحالو واللي دوزوهم الناس ني في هاد الحياة، قصة اجتماعية وقصة ديال الناس. والله حصرنا مع الدراوش، قولوا امين ونتمنى نجبركم في احسن حال. وتابع معنا القصه دابا جلاس وتامل وتبع معنا القصه بلا ما نقول لك عويصه او معقده او خطيره، تبع معنا حتى الاخر. القصه ديالنا اليوم غنبداو لكم فيها قصه اجتماعيه ديال الحب وديال الحب من الصغر. علاش؟ حنا ملي كنا صغارين ديك السبعينات والثمانينات كانوا الناس الباب عند الباب، وكانوا الناس كيتحبوا مع بعضهم بحال الجار بحال الجاره بحال الراجل بحال المراه بحال الكبير بحال الصغير، تقول عائله وخا هما ماشي عائله، حب اليد في اليد. كانت الناس كتضامن مع بعضها وكتبغي بعضها بحق وحقيقي، كتبغي بعضها لله، الحب لله في سبيل الله، ماشي حب المصلحه ولا حب الطماع ولا حب شي حاجه بحال هادي. كاين واحد العائله، مع واحد العائله تقريبا كيعمروا مع بعضهم بزاف، قرابين بعضهم وكذا، هادي عندهم الاولاد، اخرى عندها كتعرف سبحان الله، اخرى عندها جوج بنات وكذا وهادي، واخرى عندها عاود هيداك، واخرى عندها هيداك، كتجبر عائلات بزاف مجموعين. ودابا ملي كتزاد البنت عند الناس، كتكون هاد البنت في هاد الدار وهاد الدار فيها الولد، كتبقى ديك النسا نتا كتعرف ان شاء الله فلانه نجوجوها لفلان. هاد الهضره هادي جاري بها العمل ووقعت بزاف ديال الناس، هي القصه ديالنا اليوم. علاش القصه ديالنا اليوم؟ نتوما عارفين فلانه عندها كتعرف جوج درهم البنات، وفلانه عندها جوج بنات وولد، اخرى ثلاثه في هاد الدار وثلاثه في هاد الدار، ما كاينش شي حاجه. وهاداك هي هاديك البنت هاديك اللي بنادم مسيب عليها عينو، العائلات كدور الهضره تقريبا قد بعضهم، زايد عليها عام زايد عليها عامين، ايوا هادي عاد دي فلان، وبقات الهضره هداك وديك الحياه لعبها هداك. فلانه كبرت مع فلان، فعلا في الحي في الدرب هادي كبرت مع فلان، كبرت مع فلان وفعلا كيبغيها، من يقراو صغارين مع بعضهم وكذا كيبغيها. والحق اخوتي البنت ما كتبغيكش، البنت عندها فكره ديالها خاصه بها، ما كتبغيش على حسب نتوما دراوش وما دراوش، هي كتبص للفوق كتشوف للفوق كتشوف العلالي كما كنقولوا بالدارجه، وهي عارفه البيروطه داخله الدار ديالكم وعاشت تما وكلت تما وشربت تما ويماك بحال الوالده ديالها، وانت كتحسبك بحال خاها على حازق ما عندكش كما كنقولوا بالدارجه. هي كتبص على الحياه شي حاجه شي حياة ما عشتاشي، وشي عالم ما شفتوشي، وشي ماكلة اللي ماكلتاشي، وهي ضربة في العلالي مع البنت جميلة وكذا، ضربة في العلالي والولد هو جميل، دوزو أيام إذا كتعرف، أو هي كتعطي هاديك الهضرة وكذا وهادي، علاش هما مربين مع بعضهم وكذا وهادي، ديما وكذا وهادي وما مبينالوش كيما كنقول، وهي ناوية على شي حاجة اللي ما كيعرفهاش هو، شنو هو أنتم عاد عرفوا. البنت هي هاديك كتخرج هي بحال بحال البنات، بنت جميلة حتى هي كتعوط راسها وكدا هادي، وخا كسوة من هنا وبياسة من هنا وكدا من الحومة وكدا هادي، وكتخرج جميلة ومعروفة. دابا في الحومة كيقولوا فلان عيتزوج فلانة وكدا، هادرين عليها من الصغر، يما هاد فلان طلباتها من يماها حين كانوا صغارين مخطوبة لفلان، وهي على هدرة كتكون هاديك عا هدرة شفويا، ماشي شي حاجه قانونيه، الهضره دارت في الصغر
فلان عن جوجو فلان وفلان عن جوجو فلان، ودوروا لهم الهضره في راسهم، الولد استقبلها والبنت ما استقبلتش ديك الهضره، بقات هايداك، بقى ديك العين مجنون عليها بحال نقول لك الحب المجنون، مجنون عليها وكذا وهادي، وهي كتخرج جميله هايداك وديك المنظر ديالها كتعرف كيفاش الحومه كدربجه. واش ايامات ما نعرف كيفاش وقع، والعلم الله والولد عيا ما يدبر في الخدمه، مره يخدم مره كذا مره هادي مره هادي، المهم ما كتوفرلوش الظروف باش يقوم بديك سيادك، راه لا يبغي يقوم بديك سيادك، خصو السكن ديالو خصو كذا خصو مصرف الجواز خصو هادي خصو بزاف ديال الامكانيات باش يديها. هذا هو المشكل اللي كان كيبان له، هو مساله ماديه مشكل ديالو، زعما خاص خدمه وكذا يدي البنت. واحد النهار سعادي نقول لك، جاو شي ناس خطبوها، جاو شي ناس خطبوها وكذا وهاديه، ودبروا لها الخدمه، او ما كيسمع البنت خطبات وكذا وهاديه، بقى السيد لا والو كذا وهادي، تغير اتغير السيد كتعرف تغير على ديك البنت هادياك، كيفاش عاد تجوج وانا كدا وانا هادو كيهضر معايا ما قتلو تا وليد، حنا هاديك الهضرة دورناها عايدا، المكاتب بالله المكاتب مكتبة لك وانت مكتب، صافي وليدي ما كاين تا حاجة وكدا، لا والو يوقع يصنع يكدا، أيا كتر حين جاب الخبر تجوجت بنادم كتر منا وكتر منو عندو الفلوس وكدا وهادي وهادي. قال والو ما يكملش ديك السياده ديك الفكر ديال بنادم باقي صغير، صافي الليله ديال العرس ديالها كتعرف فواحد القصر عني العرس وكذا، والعائله ديالها والحومه كامله حتى مو تما تايم حتى خواته جد بنات خواته تما، هو يجي شارب اول مره سكران مع الدراري وكذا وهادي، واول لقطه واول سكره عاد يربش ديك العرس وكذا، وما عرفش راسو اش كيعمل، وبدا كيهرس في الزيجان في الطونوبيرات وكذا وهادي، والغوط والصداع وكذا وهادي، طاطا وتا واحد ما داو بها جا المخزن الذهب، اخرى كملت العرس ديالها داها الراجل ديالها مشات، اخر مني جاي تبت الفلوكه ويتبت مع راسو كما كنقولو بالدارجه، جبر راسو عامل مشكل وراه تابعيه المساطير وكذا وهادي، عاد يطلع بحالو للحبس، طلع الحبس بدعام تحكم بعام ديال الحبس، ويا مشات كتعرف هي مشات عايشه في الحلم وعايشه في داكشي اللي بغات، وهو داكشي اللي كان في راسو الاحلام ديالو كامله تبخرت وكامله ضربت في الزيرو، جبر راسو داخل السجن، داخل السجن تخلط مع الناس وتعرف مع الناس وكذا وهادي، المهم تعرف على بزاف ديال الناس وعرف بزاف الحياه، بزاف الاشياء في هذه الحياه كاينه واللي ما كيعرفهاش يمكن، اي هذيك تعرف على الناس وتعرف على بزاف ديال المسائل، ضرب ديك العام خرج بحاله، ضرب ديك العام خرج بحالو، بدا كي السيد كيخربق كيخربق هيدا وهيدا، وعندو معرفة وعندو ناس وكيعرف جبالة وكيعرف بزاف ديال الحاجات دازو معاه في السجن، المهم عمل الحياة ديالو معاهم، عمل الحياة ديالو، بدل السيستيم وبدل تا ديك الفكرة ديك الحب وبدل بزاف ديال المسائل، وبقى ماشي في الحياة، بدا القضية كترخف عليه، بدا كيلباق وبدا كذا ودبار على راسو مع الرجال، جا مع شي رجال ودبار على راسو ولا خدام معاهم تا هو وكذا وهادي، دخل العالم ديال المخدرات وديال الرزاق وكذا وهادي، دبار على راسو دبار على راسو من مزيان، تا هو تجوج تا هو تجوج وكذا وهادي، سعادي نقول لك اتجوج وما خلاش من جهد، انقاد عائلته وجد خواته البنات، واش ماشي يقول لك عايش مدخن بالدار ديالو بهادي ديالو بالخيرات ديالو، ما خصو تا خير، المشكل الواحد شنو هو كيدور له في راسو مره مره، كدور له ديك البنت في راسو، دوزت شي خمس سنين ولا ست سنين ما تشافوها ما تشافتها، هو مشى في طريق وهي مشات في طريق، هي مشات مع الراجل اللي تزوجها وهي مشات في طريق اخرى، هذا ما بقاتش فادك، شي مره الهضره بقات كدور في الدار ديالهم، الام ديالو كذا دار خواته البنات كبروا حتى هما، وحده تزوجت وحده باقا في الدار وكذا وهادي،
الناس عملات عاقله وعملت رزقه وبدات الهضره كدور وداس واحد 6 سنين ولا 7 سنين حتى 8 سنين ماشي سهله. الناس تبدل الفكر ديالهم وتبدل بزاف، بقات الهضره كدور بعيدا فلانه رجعت للدار ديال امها. كيفاش الدار ديال امها ما عندها لا عيال لا والو، بإذا وقع لها المشكل هي والراجل ديالها وكذا، وهادي جرى عليها جرى عليها طرمنه صداق طلقها. بقات في الدار ديال امها، بقات في الدار ديال امها ومرطاش وكذا، وهادي هي امها كتلاقى مع امها د الولد وكذا، والهضره دارت وصلت حتى لديك الولد. الولد ماسك عليه الله، ماسك عليه الله وخا العالم ديال زعما من مزيان دبر على راسو خدام على راسو وماشي بخير في الحياه ديالو مع يماه خواتو ومرتو. هو جات له واحد بنيته صغيره، جات له واحد بنيته صغيره شعادي نقول لك ما جبر ما يسميها، سميه الحب ديالو الاول. دات البنت هذه اللي خرجت في الاخر ديالها زيرو، تبعت احلام ديالها تبعت امور ديالها تبعت حاجات ديالها، ما كتبلاش الله رجعت لدار باها. باها ميت، عمها واختها بنت جوج بيهم. اي هذيك رجعت لديك الدار بقات مع يماها، ما شافته وما شافها. واحد النهار ما نعرف كيفاش صار الحياه، حين كتبغي تعدل كتبغي تعدل وصافي، ما نعرف كيفاش وكذا. وهادي هي الام ديالو قالت له ودي فلانه مريضه وكذا، وهادي والهضره كدور. الانسان الخير كيبقى خير، واخا سمحت فيه واخا ضرب ديك العام ديال الحبس الطريق ديالها واخا هادي واخا هادي، شي بركه اذا عطاها يما قال لها تمشي وكذا دوزو لها ولا تشوفو هادي عطيها يما ولا كذا ولا هادي. المهم داكشي اللي غيوقع مشاو دوزو لها وكذا، وهادي في الطبيب جبروها فعلا عيانه وكذا، وهادي داوها وكذا، وهادي يقولو يما هديك البنت، يما هديك البنت عارفه شكون اللي شكون اللي عاونها وشكون اللي كدا، يما فلان كتجي عندها وهي اللي كتجيب لها ديك البركه وهي هادي. حتى واحد النهار يضرب وليدي الوجه في الوجه، السلام د الله كتكلم والمقادير د الله والمكاتب د الله كتصرف. حنا ماشي حنا ما كنتخيروش، حنا مسيرين ماشي مخيرين، والحاجه اللي بغاها الله هي اللي عاتكم. اما واش غيوقع لاباس بخير كدا، هادي ضربت العين في العين، كانوا صغارين كانوا كدا كانوا كدا كانوا كدا، حنا عودنا لكم كيفاش كانوا. مني فرقاتهم من الحياه، هي تزوجت بواحد اخر مشات هيدا هو مشى للحبس هيدا، دارو دورو الدنيا وكدا، وهادي دبار على راسو خرج من ديك الحبس ودبار على راسو، هي باقا مزوج حتى تلاقاو بإذن هي مطلقه هو مزوج. الحياه كيفاش لعبت، بقات الهضره كدور. ايوا بقى كيسقسيها هيدا، ما بغا يسقسيها بحال زعما فات ديكشي ولا كدا اللي كان بيناتهم ولا كدا، ما هضرش في حاجه. وكيفاش وقع لك قتلو قصه طويله اللي عندي نعاود لك. هي هذيك صرات بيناتهم شويه هاد الهضره وكدا، وهادي بقات كدا بحال كتبغي تدور بها كما كنقولوا حنايا. وهو عادي يفيق في هذيك الحنين وديك الست الصغر، ديك المحنه اللي كان كيتمنى لها في الصغر وديك المحبه الصغر بدات كتحيا. علاش دابا عنده القوام عنده منياس، قال له النهار فلان فلاني كدا كدا، قالت له واخا، غيتلاقاو ويجلسو هدايا ويتناقشو كدا، وهادي داها معاه عمل معاه رانديفو داها معاه جلسو كيتناقشو، داودو الحياة ديالها كيفاش تزوجت وكيفاش مشات وكيفاش وقع، وهو حين مشى للحبس وكيفاش وكدا. ايوا دابا كيفاش وقع مع ديك الراجل وكدا، قالت له الراجل مزوج ثلاثة د النساء، أنا الرابعة كنت. كيفاش ثلاثة د النساء وعندو طن بالعيال، عامر بالعيال، أنا ما عملتش مع العيال، وكنت ساكنة بوحدي وكدا وهادي، وديما كنهضر أنا وياه وكدا وهادي، هو عاملني بحال ما كاين حتى حاجة. مني كيجي كيبغي قصار وكدا وهادي، عاودت له الحقيقة، عاودتها في هاد الحالة هادا وكدا وهادي، وما نواتش لاش تعرف الحنين. أنا كنقول لكم بنادم القلب ما يريد والحنين كيبقى حنين. هو مجوج وجات له بنيته، عنده بنيته وكيصرف على يما واختو، باقا واحدة مجوجة وعنده الدار ديالو وعنده كلشي وماشي وكدا وهادي. واحد الساعة ما كانتش ملعاكزين قالت له باقي كتبغيني هايدا،
شاف وكذا، قال انا ما عمري كرهتك، واخا ما تزوجتي بك ما عمري كرهتك وكذا، حنا عشنا صغار وعشنا مع بعضنا في حي واحد في حومه واحده وكبرنا هداك وكذا، وجبرت الحقيقه ديك الوالدين وديك الكلام اللي كيدوروه وحنا صغارين، عاد كيكون المثال عاد كيهضروا به فلان عدي فلان ولا فلان عدي فلان، هذيك عاد هضره الجيران وكذا وهادي. المهم قال له ما عمري كرهتك وكذا، بدات بيناتهم شي حاجه كذا وهادي، كيدور بيناتهم الهضره من اللورا كذا وهادي. واحد النهار مراكش وقع وكذا وهادي، بقات معاه بقات معاه وكذا وهادي، داكشي اللي كان كيتمنى لحقو، كان كيتمنى ديك العائله في الحلم ديالو لحقها، ورزق اللي ما كانش على بالو عطاه الله، بغى زعما قال مع راسو حن عليها وكذا، وهي مريطه وكذا وهادي، صدقت بقات معاه، بقات معاه هضر معاه يماه هضر معاه كذا، ما دي ماشي يديها ماشي يعمل، وبالحق تكون بوحدها وكذا، هادي هي مريطه وهادي وهادي، وكتبغيه وهي معمره كانت كتبغيه في الصغر. شو الحياه كيفاش حين طول يدو ينقضها، عاد ولات كتبغيه وتزوجها في الحلال، وعمل لها سكنه ديالها في الحلال، عنده جوج النساء وخدام على راسو كيدبر على رسول الله اللي كيبغي يرزق العبد ديالو، وسعدات كان فاعل الخير، شبار له في يده ونقضه وداوات وصحاحات، ولات انسانه يا اخرى، وعيسان عليها الله معاه، عاد ولد وليد معاه حتى هي، واخرى عاد ولد عاو وليد، ولاو كيعرفوا بعضهم جوج النساء، المراد فلان والمراد فلان، وما بيناتهم لا غبينه لا هادي لهم، فاهمين عايشين، هو عنده جوج النساء وهادي عنده معاه جوج العيال، هادي عنده معاها وليد، وعايشين مع بعضهم في السلام وكذا، وجيران وناس الحباب مع بعضهم، ما كاينش مشكل. فهمتيني اخوتي علاش الحياه حنا بزاف الناس كينوها في شكال، حنا اخوتي حنا مسيرين ماشي مخيرين، شحال من واحد كيقول علاش ما كانت تكون هادي وتكون هادي وتكون ها هو دار تاعي وربي رزقه وعمل وكذا، ودار تاعي وعمل المراه هذيك وصدقت هذيك اللي كان كيبغي يعطيها لله، صبر حبيب الله. اش كنقول اخوتي الشباب، رد بالك وتهلا في راسك وكذا وهادي، واللي عند الله هو اللي غيكون، لا بغى لك الله ديالك ما بغى لكش الله، عاطيها التسعه، ولا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك.